السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشكر المنابر الاعلاميه اللي تغطي معنا الملف ديال قبيله الشبانات دائما، نشكرهم جزيل الشكر. صراحه نحن متضررين قبيله الشبانات، عندنا مطلب واحد هو فتح باب الحوار. اول مطلب هو فتح باب الحوار. مع الاسف هذه المديريه، مديريه الشؤون القرويه بالاجهزه ديالها كامله، وزاره الداخليه مع الولايه سدين علينا الابواب. تحمل المسؤوليه ديالنا السيد الوالي يعقوبي والسيد الحلكالي مدير الشؤون القرويه، بغينا معاهم بغينا يفتحوا معنا باب الحوار، يجلسوا معنا على الطاوله. عندنا النواب ديالنا، عندنا الناس اللي يتحاوروا معنا من اجل التعويض. ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا اول حاجه يفتحوا معنا باب الحوار ونهضروا معاهم على التعويض. حنا شكون؟ حنا سكان قبيله الشبانات، تنعانيوا متضررين من هذا التعسف، هذا الظلم، هذا التهميش، هذا التفقير، هذا الاستغلال، هذا الظلم اللي تعرضنا ليه كقبيله. قبيلة الشبانات كانت هنا ساكنة في هذا الأرض، هذا ديال حي الرياض. مع الأسف تم الترحيل ديالنا بالقوة بجميع الوسائل، رحلونا بدون تعويض. لازلنا نناضل، لازلنا نحتج، لازلنا نطالب بالتعويض إلى آخر رمق. هذه المديرية دائما سد الأبواب ديالها، نسأل الله عز وجل ينصرنا عليهم ويكون معنا. ترفعوا النداء ديالنا صاحب الجلالة، صاحب الجلالة محمد السادس، باش يتدخل التدخل ديالو العاجل، يهضر مع المسؤولين باش يعطيونا حوار فعال، حوار إيجابي. وغنبقاو ناضلو في الوقفه السلميه كما تشوفوا. مع الاسف هذه الوقفه السلميه تتعرض للوقف، تتعرض للضغط، تتعرض للقمع طرف القوات الامنيه. وحنا عندنا وقفه سلميه، ما تنقيسوهم، ما تناديوهم، تنعطيو لهم شعارات سلميه، اصوات واصله الى مستوى حضاري. ولكن مع الاسف بغيناهم يفحوا معنا باب الحوار ويعوضوا هاد الناس اللي هم متضررين. تشوفوا هنايا عندنا 50 عام 40 عام وهما مازال يطالبوا، 40 عام ومازال يطالبوا بالتعويض ديالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تشكر جميع المنابر الإعلامية على التغطية ديالهم. شكرا جزيلا. أنا مسؤول عليها من دابا، يتسدوا البيبان واللي بغى يقول شي حاجة يجي عندي، أنا مسؤول عليها. هاشم محمد، هاشم محمد، عندك النواب القبيلة، تحية نضالية النواب القبيلة. ما عندوش الحق يضرب الدري، ما يضربوش البرود كان، ما يضربش الدري، ما عندوش الحق، ما يضربوش. خرج رجله من تحت الشاشة وضربه. المتابعة عباد الله، ما يضربش لنا الدري، ما يضربش لنا ودنا كمواطن، واد بحال الناس. شوما كنضربو كنضربو في راسي، كنضربو كنضربو في راسي، لا يمشي معنا قوات مساعدة ولا جا الأمن. الواد واقف معنا كمواطن، خرج رجله وضرب الدري بالبروت كان، ما يضربش الدري معانا، ما يضربش، ما دار الدري حتى حاجة، حنا واقفين وقفة سلمية، وقفة سلمية حتى حاجة ما كاينة ولدي، ما يضربش لنا ولدنا، ما يضربش بروت كان يهرسوا لينا، حنا واقفين عاد العالم شافنا، العالم كنضربوا حقنا. حقنا المطالب ديالنا هما يفتحوا معنا باب الحوار، ماشي ثاني ياكل العصا واقف بغا يحقو ياكل العصا.